فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حفظكم الله: ذكرتم أنه يسأل أهل العلم المعتبرين، يسأل أهل العلم المعتبرون الربانيون لا علماء الضلال، كيف يعرف هؤلاء من هؤلاء؟ يعرفهم الناس، الناس يعرفونهم ويظهر علمهم، علمهم يظهر على كلامهم وعلى مؤلفاتهم وعلى يظهر هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم. ويعرف أيضا من يعرف من درسوا عليه، من تخرجوا على يده، يعرف هذا أصول، هذا له أصول. نعم يقول: هل مجرد الشهرة والظهور دليل على أنه عالم رباني؟ لا، نقول لازم أولا أن يعرف عمن أخذ العلم وإن تعلم، منهم مشايخه، ثم نعرف سلوكه بعد ذلك، هل هو متبع لأهل الحق منضبط، أو أن عنده نزعات وعنده أفكار. لا بد نعرف هذا. نعم